الله جل وعلا يوم تبلى السرائر، يعني في ذلك اليوم أول شيء يبلى منا يا إخواني هي سرائرنا، خفايانا، ما في قلوبنا هو الذي يوزن أولا، هو الذي يظهر، هو الذي يجلى، هو الذي يكشف ويفحص. ليست هذه الأعمال الظاهرة، وإنما ما وقع في قلوبنا من الإيمان، من الصدق، من التوحيد، من الإخلاص، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، من محبة الله ومحبة دينه. لأن الأعمال الظاهرة تكون من المؤمن وتكون من المنافق. ألا يمكن أن يصلي المنافق معنا؟ ألا يمكن أن يجاهد؟ ألا يمكن أن يقول آمنا؟ يمكن، لكن قلبه منطوي على الكفر. ولذلك في ذلك اليوم تبلى السرائر، الناس في الدنيا يبلون الظاهر، وفي يوم القيامة يبدأ بالأهم وهي السرائر. والله يا إخواني ما زلت أذكر رجلا صلى بجواري في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر، ثم التفت علي فقال: يا أخي، اليوم صلى بنا الإمام في صلاة الفجر فقرأ سورة الطارق، والله إني سمعت قول الله يقول يوم تبلى السرائر. فقلت: يا ويلنا من الله إن بليت سرائرنا، والله يا أخي لكأنها تنزل اليوم، ما علمت بها من قبل، وهو حافظ كتاب الله، لكن والله فعلا تبلى السرائر يا إخواني. انظر إلى ما في قلبك من الإيمان، من اليقين، من الصدق، انظر إلى ما في قلبك من محبة الله، من إيثار أمره، من إيثار دينه، انظر إلى ما في قلبك من التعلق به، انظر إلى ما في قلبك من اليقين الصادق الذي ليس فيه شك ولا ريب. وذكر الله في سورة أخرى قال: وحصل ما في الصدور. أول ما يبدأ بالصدور يحصل ما فيها. الناس الآن تنتبه لأعمال الظاهر من صلاة وزكاة وصدقات وبناء مساجد وصلة وغير ذلك، وينسون ما يقع في القلوب. فلنحرص على ما في القلوب يا أحبتي أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح قلبي وقلوبكم.